طارق عامر محافظ البنك المركزي اجتمع بمستثمري وأصحاب الفنادق بشرم الشيخ لحل مشكلاتهم مع البنوك، وقرر خلال الاجتماع استعداد البنوك لتمويل الفنادق بالمليارات بغرض تحديث الفنادق المتهالكة لتصبح جديرة باستقبال السياح، كما قرر إيقاف جميع أقساط القروض لمستثمري السياحة لمدة 3 سنوات وإعفاء جميع العاملين من جميع الأقساط لمدة 6 أشهر.